بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بقدم واجب العزاء لأسرة الأخ والصديق العزيز الحبيب أستاذ خالد، الدكتور خالد، عاشق النادي الأهلي. نعم. الإنسان اللي بيتقن عمله، بيحافظ على مشاعر الناس، دايما متفوق في عمله، دايما بيسعى للأفضل، بيتفانى في عمله، عنده نوع من إتقان العمل اللي احنا أحيانا كثيرة بنفتقدها. من ساعة ما جه الحقيقة القناة وشفنا مدى التطوير اللي حصل في قناة النادي الأهلي. نعم. ولا يزعني إلا أني يعني طبعا يعز علينا جدا أن احنا لم نبلغ إلا في وقت متأخر. كان المفروض ان احنا نروح نأدي الواجب، لكن كل اللي انا من ساعة ما عرفت وانا بدعي له واسرتي وكل الناس اللي حوالينا، لان هذا الرجل مأثر فينا كلنا ومفيش شك ان انا بدعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يدخله الفردوس بغير حساب ويمتعه بمتعة النظر الى وجهه الكريم ويجعل قبره روضة من رياض الفردوس، وإن شاء الله في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. يا رب إن شاء الله. أستاذ خالد، هو قبل ما يبدأ في الرياضة كان بيكتب في حاجات قيمة، حاجات في التاريخ وحاجات في السياسة. طبعا. وأنا كان لي حد معرفة يعني، فكان أيام ثورة 52، فكان عايز ياخد منه ذكريات الحاجات اللي حصلت في ثورة 52. و تصورش قد ايه الحاحه انه كان عايز يروح يعمل الحديث ده علشان يوضح للناس من المصادر الموثوق فيها، علشان ما يتكلمش كلمه تكون فيها نوع من الخطا. نعم. فدايما كان دايما يسعى ان يجيب الحاجه من مصدرها، ودي حاجه الحقيقه احنا كلنا شايفينها ولمسينها من ساعة ما جينا القناة، واحنا حاسين بمدى الفارق اللي موجود. ربنا يدخله فسيح جناته ان شاء الله، ويجعل مسواه الفردوس الاعلى، وبعزي اسرته للمرة الثانية، وان شاء الله يوم الخميس باذن الله تعالى نروح العزاء ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا امام حضراتكم لقطات من دفنة الدكتور خالد توحيد النهاردة. كابتن ابراهيم، برضو عايز اعرف ماذا يمثل لك دكتور خالد توحيد؟ انا تعزينا لاسرته طبعا الاول، وتعزينا لاسره البرنامج وقناه الاهلي كلها ومجلس اداره النادي الاهلي. نعم. مهما تكلمنا عن الدكتور خالد لن نوفي حقه. الموت نصيبنا جميعا، وربنا بياخد الناس المحترمين. من ساعه احنا ما عرفناه كله اخلاق وكله طيبه وكله وفاء، وكان بيسعى لاسعاد الناس. من ساعه ما تربينا احنا في النادي الاهلي واحنا بنعشره في جميع المناصب اللي تولاها، بيسعى لاسعاد الجميع. ما حدش كان بيحس ان هو ريس ولا هو متسلط على حد، بل بالعكس، من اصغر واحد لاكبر واحد كان بيحترمه، وكان دايما بيحافظ على مواعيده، وكان ليه ايادي طيبه ما كانش بيقول عليها خالص. كان ليه ايادي رحيم على ناس كتير جدا 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 انا اعرفهم شخصيا يعني، وبالتالي ربنا يكتب له ويغفر له ويزيد حسناته، وان شاء الله بيسكنه فسيح جناته مع الانبياء والرسل باذن واحد احد ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم. البقاء لله طبعا دكتور خالد توحيد ولاسرته، ونتمنى ربنا يسكنه جناته ان شاء الله. عايز اقول لك اسلام، من ناحيه الشخصيه، فشخصيه الدكتور خالد توحيد من الشخصيات القويه، من الشخصيات المحترمه، من الشخصيات اللي الابتسامه يعني بتملا وجهه. نعم. علاقته في توليته مهمه رئاسه قناه النادي الاهلي، العلاقه اللي بينه وبينه كلها علاقه عيش وملح، العلاقه اللي بينه وبين زملائه علاقه فيها محبه، فيها اخوه، فيها احترام،
متبادل. بنيجي نلاقي اول واحد موجود في القناه اول واحد ملتزم اول واحد بيحب ان هو يطور من حياته المهنيه. وهو طبعا كصحفي كان من ضمن الصحفيين كمان المميزين اللي ليهم طابع خاص في ارائهم بشكل جيد. خدم الرياضه المصريه ومساند لها بشكل متميز. عايز اقول لك كمان ان انا بنعتبر ولاد حته واحده. انا اعرف خالد من 30 سنه نفس الظروف اللي عاش فيها في حي العباسيه كجار قريب جدا لجيرانه بشكل كبير عطوف جدا مساعد بشكل كبير عمره ما تطول على حد عمره ما زعل حد كل الناس. ويمكن احنا شفنا يمكن في الجنازه او شفنا الفتره اللي حصل فيها بنودع النعش بتاع الدكتور خالد شفنا المحبه والاحترام ومنهم مجلس اداره النادي الاهلي. وده اقل حاجه كنا نقدمها يوم الخميس ان شاء الله كلنا باذن الله موجودين ان شاء الله في تعزيه الدكتور خالد توحيد. طيب خلينا ناخد ايضا الدكتور طه اسماعيل طبعا النجم الكبير طه اسماعيل. دكتور طه